استنكر العشرة من أبنائه تعز الدور السلبي للأمم المتحدة لما يتعرض له اليمنيون من جرائم إبادة جماعية وتدمير لكل مقدراتهم. تزامن ذلك مع استنكار ومطالبة للمتقاعدين بصرف معاشاتهم. عدد الذين هجروا من مديرية المخاء 13,000 نازح، وهم من أضعف الناس ماديا وفقراء، فهم حوصروا من البحر الذي يأخذ أقواتهم منهم، فهم منعوا حتى من لقمة العيش. هجروا من دورهم بعد أن قتل أبناؤهم وأقاربهم أمام صمت عالمي مريب. أبناء محافظة تعز وفي مقدمهم أبناء المناطق الساحلية ضباب والمخاء ومتضامنون معهم استنكروا دور الأمم المتحدة عبر غضها الطرف عن جرائم آل سعود في اليمن، مطالبين بالوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار عن اليمن الذي أدى إلى تفاقم معاناة اليمنيين في مختلف مناحي الحياة. تعز الآن بشكل خاص لأن تستهدف تعز في سواحلها بشواطئها، نقول لهم نقف أمام المتحدة، أوقفوا الهجوم على سواحلنا وشواطئنا في تعز والحديدة وسواحل الغربية للجمهورية اليمنية. أف عليكم يا أمم المتحدة، سنتين وإحنا تحت الحصار ولم تقدروا تفكوا الحصار. أف عليكم يا أمم المتحدة، الشعب اليمني يقتل، الشعب اليمني يدمر، المطارات تدمر، الطرقات تدمر، الصيادين يقتلون في البحر وأنتم تتفرجون، أين الأمم المتحدة هذه؟ وفي مكان غير بعيد عن الباحة الخارجية لمقر الأمم المتحدة في صنعاء، نظم عدد من المتقاعدين وقفة احتجاجية لمطالبة العالم برفع الظلم عن اليمنيين والمطالبة بصرف معاشاتهم المتوقفة منذ أشهر. بالتالي نحن 123,000 متقاعد و700 متقاعد نعيش حالة الكفاف ومهددون بالمجاعة وبنكبة إنسانية لأسرنا ولأطفالنا. المعاش حق مقدس لا يمس مطلقا، والمعاش أيضا هو حياتنا وحياة أولادنا. المعاش كما قيل من قبل قطع الرأس ولا قطع المعاش، ولهذا جئنا لهذه الوقفة كفعالية كمظهر من مظاهر الاحتجاج. هيئة النقابة العامة المتقاعدين نطالب بصرف المرتبات أكثر من 3 أشهر ولم يصرف ريال واحد للمتقاعدين، ونحن وهذا الشهر الرابع ونحن نطالب من الأمم المتحدة بتسليم مرتبات المتقاعدين، حيث المتقاعدين يعني هم الذي مفروض يكافئوا على ما قدموه من واجب وخدمات للوطن. هذه الوقفة تعد 60 للمواطنين في الساحة الخارجية لمقر الأمم المتحدة، إلا أن نداءهم واستغاثتهم لا تلقى أذانا صاغية توصل مظلوميتهم للمجتمع الدولي الذي يعطي النظام السعودي المزيد من الوقت في القتل والإبادة والتدمير. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.